قصة الطباخ أحمد. أحمد بيصحى كل يوم الساعة 6 الصبح، بيعمل فطور وبيشرب قهوة، بيسوق سيارته للشغل. شغله بيبلش الساعة 7:30 الصبح. أحمد بيشتغل طباخ بمطعم، بيطبخ للزباين الجوعانين. الزباين من دول مختلفة، هم بيحكوا لغات كتيرة ومختلفة. أحمد بيشوف ناس لطيفة وبينبسط لما يحكي مع الزباين. أنا الطباخ أحمد، بصحى كل يوم الساعة 6 الصبح، بعمل الفطور وبشرب قهوة، بسوق سيارتي للشغل. شغلي ببلش الساعة 7:30 الصبح. أنا بشتغل بمطعم، بطبخ للزباين الجوعانين. الزباين من دول مختلفة، هم بيحكوا لغات كتيرة ومختلفة. أنا بنبسط بحكي مع الزباين.